صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد وحلقة جديدة. إن شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه كل شيء حلو لكل الناس. ما في أحلى إنه نطلع من البيت ونقول هيك يا رب ونمشي بيومنا وهيك يا رب يكون حلو على كل الناس. وبدي أقول صباح الخير لنرمين. صباحه صباحه يا ليا، كيفك اليوم؟ منيحة وأنت؟ الحمد لله بألف خير. صباح الخير إليك ولكل مشاهدينا. إن شاء الله يا رب هذا اليوم يحملكم كل الدفى والصحة، وإن شاء الله يا رب أمانيكم دائما تكون محققة وتشوف فيها كل التيسير. فقراتنا لليوم وضيوفنا من مجالات مختلفة رح نتعرف عليهم، لكن البداية من العناوين. محطتنا الأولى رح نحكي فيها محطة خاصة ضمن مسابقة تحدي القراءة. وقصص نجاح يخطها السوريون من اللاذقية والحسكة. وأيضا ما هي صعوبات التعلم الرياضي ونصائح لتجاوزها. بالختام عالم التغذية، ما هي المكملات الغذائية الرياضية وهل لها آثار جانبية؟ وهلأ أكيد رح نبدأ جولتنا الصباحية ونتعرف بتقريرنا التالي شو صار أحداث بمثل هاليوم. اليوم 12 شباط كثير من الأحداث سجلت نفسها بهالتاريخ. قراءة سريعة لذاكرة اليوم، مثل اليوم من عام 1502 فاسكو دي جاما يبحر من لشبونة في رحلته الثانية إلى الهند، ومثل اليوم من عام 1934 بدء الحرب الأهلية في النمسا، وبعام 2009 تصادم قمرين صناعيين في الفضاء على ارتفاع أكثر من 800 كيلومتر في حادثة غير مسبوقة. وأيضاً في عام 2009 سقوط طائرة كولكان في رحلة 3407 التي كان من المفترض أن تصل إلى مطار نياجارا الدولي على منزل في نيويورك بعد حدوث خلل انهيار لمقدمة الطائرة، مما أدى لمقتل جميع الركاب البالغ عددهم 49 راكب إضافة إلى الشخص الموجود في المنزل. ومثل اليوم شهد ولادة عدد من الشخصيات، فبعام 1809 إبراهام لينكولن رئيس الولايات المتحدة 16، وبعام 1918 جوليان شيفيغنر عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1965. ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1804 إيمانويل كانت فيلسوف ألماني. ومعلومات جديدة بنتعرف عليها ضمن فقرة هل تعلم؟ هل تعلم أن الماء في جسم الإنسان يشكل ما بين 50 و70% من وزن الجسم؟ وأن دب الباندا العملاق عندما يولد يكون حجمه أصغر من حجم الفأر؟ وهل تعلم أن برج إيفل يكون أطول في فصل الصيف ب 15 سنتيمتر عن أي فصل آخر؟ وهل تعلم أن فتاحة العلب تم اختراعها بعد اختراع العلب بيومين فقط؟ وأن العلم الذي يدرس شكل الحياة فيما قبل التاريخ هو علم الحفريات؟ وهل تعلم أيضاً أن الفراشة تستطيع التذوق عن طريق أرجلها؟
ورح ننتقل لمحطتنا التالية ليا كرمت مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة الطلاب الفائزين في المسابقات الأدبية لأبناء الشهداء وذوي الإعاقة في المركز الثقافي بكفر سوسة. التفاصيل مع زميلنا ماهر رجب. يا مينا على المصنع أقامت مديرية ثقافة الطفل احتفالية طفولة وابداع تكريماً للفائزين في المسابقات الأدبية والفنية لأبناء الشهداء والأطفال ذوي الإعاقة والمسابقات السنوية لعام 2021 في المركز الثقافي العربي بكفر سوسة. المسابقة كانت على مستوى الأراضي في الجمهورية العربية السورية في كافة المناحي ولكافة الفئات وضمن الشرائح المتنوعة، وطبعا كان اختيار الفائز من الأفضل من بين الأفضل، ذلك من خلال لجان مختصة تم تشكيلها لهذه الغاية. تم الاطلاع على جميع الأعمال. اليوم نحن نتوج جهد سنة كاملة، هذا النشاط يبدأ من بداية السنة ويتوج في بداية السنة التي تليها، فهذا نتاج عمل مديرية ثقافة الطفل وزارة الثقافة ولجان مختصة في كافة المحاور مديريات الثقافة في المحافظات. تكريم مهم كتير للأطفال وللكبار، فهو بيعطيهم حافز وبيعطيهم دافع للاستمرارية، ونحن بوزارة الثقافة هو الأهم من التكريم هو المتابعة والاستمرارية ما بعد التكريم. نحن عنا برنامج تكوين ثقافة الطفل بتضمن عدة مشاريع، من بينات وطبعا من ضمن هاي المشاريع رعاية مواهب الأطفال وتنميتها وتدريبهم دائما على تطوير قدراتهم ومهاراتهم وتدريب الكادر اللي بيشرف عليهم. الاحتفالية تخللها معرض لأعمال الأطفال الفائزين بالمسابقات الفنية من رسم وتصوير ضوئي وخط عربي. فاز بالتصوير الضوئي المسابقة اللي عملوها بمعهد الأمل، كمان كرموهم بالمعرض هون. فزت بجائزة الرسم وبهني أنستي اللي دربتني على الرسم. فزت بتصوير الضوئي. شاركت بمسابقة التصوير الضوئي، صورت عن نواعي الحمام وعن جمال الطبيعة عندها، وبتمنى أصير بالمستقبل طبيبة جراحة. رسمت لوحة عن الآثار، عن آثار تدمر، وهي هيدي الآثار اللي بتدل عن هوية وحضارة البلد. شاركت مسابقة الرسم وهلا نجحت فيها وتكرمت. أنا بحب مهنة الرسم كتير، وفي أنسة عبير السراج ساعدتني إنه ساعدني بالمهنة وحضرت إلى، وهلا أنا بقى تكلمت عن اللوحة بوستر. أنا فرحت كتير إنه صورت هيك وإنه ربحت، وانا يعني انه بحب انه دائما انه اصور ودائما انه اكون متعلمه بالتصوير، فانا فبحب انه اكثر شيء عندي انه هو التصوير. انا رسمت لوحه عن الام اللي بتحضن اولادها، هي اللي بتمثل سوريا اللي بتحضن اولادها برات خارج القطر والجوار القطر. التكريم يهدف الى تشجيع الاطفال لمتابعه ابداعهم وتنميه مواهبهم وتحفيزهم بالمسابقات والجوائز التكريميه. وبداية محطتنا أكيد لليوم رح نروح فيها مع عالم الطب وخاصة الطب النسائي، رح نسلط الضوء عن مانعات الحمل الفموية، شو إلها وشو عليها، شو علاجاتها، شو مخاطرها، وأسئلة كتير يمكن بتخطر على أذهان كتار من السيدات وكتار من الصبايا. اليوم رح نعالجها ورح نفسرها مع الدكتور أكرم الأحمر، استشاري بالأمراض النسائية ومعالجة العقم. صباح الخير دكتور. يا صباح النور. سعد صباحك. يا هلا يا هلا. سعد صباحك واهلا وسهلا فيك دكتور. يعني خلينا نبلش اول شيء هيك نرجع شوي بالزمن ونتعرف على مانعات الحمل، ايمتى تم اكتشافها وكيف اليه عملها. سيدتي، هي مانعات الحمل يعني اكتشف الفكره، خلينا نقول البدايه انه في عامل ما داخلي، خلينا نسميه هرموني، هلا صرنا نسميه هرموني، انه بيتشكل اوقات بجسم الانثى يمنع الحمل عندها، مثل لما كانت الوحدة تكون عندها حامل ما بصير تحمل مرة تانية، أو مرضع ما بتكون ما فيها يصير عندها حمل. هلأ هي الملاحظات بديت بسنة 1900، بعدين تم اكتشاف
أنه إعطاء خلاصة المبايض لبعض الحيوانات الإناث من الحيوانات تؤدي لتوقف الإباضة عندهم. فلدرجة أنه أول شيء كان يشوف هيك صعوبة الشغل أنه اضطروا بالبداية بحوالي 1916 أنه ياخدوا 80,000 مبيض لأنثى قرد الشمبانزي اللي طلع معهم 12 ميلي جرام مو جرام 12 ميلي جرام من هرمون البروجستيرون اللي هو أحد أهم مكونات حبوب مناع الحمل. بعدين بلشت الاكتشافات الكيميائية يعني تصير أوضح وأكثر لغاية ما اكتشفوا أنه في مادة بالبطاطا الحلوة المكسيكية تؤدي أنه إذا تم المستخلص منها اللي هو كمان في بروجستيرون أنه يؤدي لتثبيط الإباضة. طبعا هيك معلومة فاني طريفة شوي أنه لحتى قدروا يطلعوا حوالي 2 باوند يعني حوالي 2.5 اضطروا يزرعوا حوالي 10,000 طن من البطاطا الحلوة المكسيكية ليقدروا ياخذوا منها هاي الخلاصة. المهم بقى بالسنة 43 تم الاكتشاف المركب الأساسي بقى يلي بيدخل بتركيب الحبوب البيلز حبوب مناع الحمل. وبعدين بلش الشغل على استعمالها عند البشر. طبعا كان كتير أخذت أبحاث وصد ورد لغاية ما وصلوا لهي الفكرة بدي أوضحها كتير دقيقة جدا إنه نوصل لأنسب معيار للمادة الدوائية فيها أقل عيار خلينا يكون دقيق مشان يكون أقل أعراض جانبية ولكن ناخد فعلا فعالية عالية جدا لمنع الحمل. هي مسار بسيط لها. هلأ إذا بدي أرجع لسؤالك سيدتي إنه هي مشو بتتركب غالبيتون بيتركبوا من هرمونين الاستروجين والبروجستيرون. هي كتير بنات والسيدات بيقروا عنه. هلا هدول الهرمونين كل واحد منهم له آلية. واحد منهم له آلية انه بيمنع تشكل الجريب الإباضي من اول ايام الدورة الشهرية ما بيخليه يتشكل. الهرمون الثاني اللي هو آلية على بمعنى اذا عنا نحن معروف انه في هرمون اسمه الـ LH يلي بيكون ماشي بشكل موجي هيك وقت الإباضة لازم يطلع بشكل نبضة بيك عالية كتير لتقدر تطلع البويضة من الجريب الإباضي يعني تم حادثة انفجار الجريب الإباضي لتطلع البويضة لجواته. مشان وضح أنا الفكرة الجريب الإباضي هو خلينا نشبهه أنا وياكم مثل البالون يلي بنحطه على الحنفية المي ومنعبيه مي. هو بنعبيه شوي بشوي بشوي مثل الجريب مع أيام الدورة عم يكبر شوي بشوي. هلأ البويضة خلينا نشبهها هي حبة عدس صغيرة عم تسبح جوا هذا البالون. فهون حادثة الإباضة تستدعي انه يصير في عنا نبضة بهرمون الـ LH مشان يطق هذا البالون ويطلع حبة العدس او بمعنى يطق الجريب الإباضي ويطلع البويضة اللي جواته. الهرمون الثاني بيمنع هاي الآلية. هلا ينتج عنا امور تانية مثلا انه بيصير مخاط عنق الرحم مخاط سميك بوقت الإباضة يلي هو يفترض يكون مخاط شفاف رقيق يساعد على حركة النطاف. هون لما بيصير سميك ودبق غليظ ما بقى بيسمح بحركته. هي من الأثاء يعني من التأثيرات البسيطة لإله. أما التأثيرين الأساسيين لإلهم منع تشكل جريب وفي حال شكل جريب منع منع على لكم منع انفجار الجريب الإباضي لتطلع البويضة منه. تمام دكتور خلينا هلا نيجي بوقتنا الحالي وكيفية استخدام موانع الحمل. ناس بتخاف منها وناس بتلجأ لها كهي يمكن مانع يعني بيحموا حالهم السيدات منهم من الحمل. ولكن ايضا في استثناءات كثير بنسمع انه انا عم باخذ مانع ولكن صار عندي حمل، انا عم باخذ مانع وقفته لمده شهر ريحت جسمي صار عندي حمل. خلينا نحكي كيف بيتاخذ مانع الحمل وكل وقامت لازم السيدة هي توقفه يتنظف جسمها من المادة، لازم يتوقف ولا لا؟ الحقيقة لازم يتوقف لا لا نهائيا ما في داعي. يعني أغلب المعلومات أو معلومات الأطباء يلي بتقول أنه خدي 3 شهور وقفي شهر. الحقيقة هو عرف أوكي وليس حقيقة طبية. تمام هاي نقطة.
النقطة الثانية إنه نحن بنقول كيف لازم يتاخذ، خلينا نقول إنه بتاخده بدا من الثالث أو الرابع أو الخامس من أيام الدورة الشهرية، بس تاخده بانتظام حبة يوميا، خلينا نقول تقريبا نقول نفس الموعد، بمعنى مو إنه الساعة 12 يعني تربط الموبايل تبعها مشان يرن 12 تاخذها، خلينا نقول قبل النوم. الفكرة من كلمة قبل النوم مو لأنه تأثيره بالليل، لأنه في كتير بنات أو سيدات بيفكروا هذا السبب، هو السبب مشان ما تنسى. هلا لما بنقول في حالات مثل اللي فهمت من سؤال حضرتك سيدتي، انه في حالات فشل عم بتصير على حبوب منع الحمل لما عم تؤخذ بغرض منع الحمل، الحقيقه هي من اكثر وسائل منع الحمل امانا، انه بمعنى ما بيصير في حمل الا اذا في وحده نسيت تاخذ حبه اليوم، بتجي بتقول تاني يوم الصبح باخدها باخد حبتين او شيء، لا بتخربت الدنيا هون ممكن برجع بقى لآلية التأثير اللي حكيناها، انه احد الهرمونين اللي فيها انه يمنع انفجار البويضة الجريب الإباضي لإطلاع البويضة، هون منقول قد تكون تحررت إباضة وقتها. لو اخدت بقية حبات الظرف حب المانع لو كملتهم باليوم اللي بعده واللي بعده وكملت الظرف كله، بس بتكون فلتت الإباضة. هون للمفارقة انه بقية الحبات اللي اخدتهم بصير مفعولا مغذي للحمل. أوكي. تمام. الحالة الثانية اللي ممكن يعني مغذي، إذا نسيت حبة وصار حمل ولو كملت بقية الحبات، لو لقطت صار في إلقاح أصلا، ولو كملت لقطت وكملت بقية بغذي الحمل. فهون لأنه بصير عندهم مخاوف إنه دكتور ليكون صير يعمل يعني تشوه بالجنين، يقول له لا بصير مغذي للحمل، طمنوا بالكم. هلا الحالة الثانية اللي ممكن نشوفها إنه في حال مثلا كان عندها إنتان معوي أي شيء كان، استفرغت الحبة بعد حوالي ربع ساعة نص ساعة قبل ما ياخذ مفعولها. طبعا هلا هون السبب انه كيف الحبة بتاخذ مفعولها، هي بتروح على المعدة على الجهاز الهضمي، بيتم امتصاص المادة الدوائية منها من طريق الدم، بتروح على الكبد، بتتم عمليات استقلاب عليها لحتى تصير بشكل الفعال. فلذلك هلا بنشوف سيدتي استعمالات لها كثير عجيبة غريبة، منهم اللي بيحطوها للزريعة بيطحنوها بيحطوها للزريعة، لأنه الزريعة بتأخذ هرمون بتقوم بتقوى وبتتنشط، ومنهم ما بعرف بيحطوها للشعر، منهم بيعملوها ماسكات للبشرة. ولكن دكتور بيقولوا نحن أكيد كلنا ثقة، ودائما لازم يكون المرجع هو الطبيب، انه هي ما لها علاج سيدتي مو هيك طريقة يعني استعمالها، هي يعني هي لا تمتص، هي لا تمتص. يعني هلا إذا جبنا حبة منع حمل وطحناها وحطينا لها شوية مي ولا كريم اللي بدك اياه، وجينا قررنا نطبقها ماسك على وشنا، هي لا تمتص من هون. أوكي. لا بدها تروح هي عن طريق الجهاز الهضم، الدم، الكبد، بتتم عمليات استقلاب عليها لتاخذ بقى الشكل الفعال للمادة الدوائية اللي داخلها. ممكن حبوب الحبيب الحديد الأخرانية اللي لونها بني، مو كلهم فيهم ايه، ما ممكن هي تتغذي مثلا فروة نفس الآلية. نفس الآلية نفس الآلية. لا على آلية بس الامتصاص. أما تفضلي سيدتي. تمام. ايه؟ لا كنت عم أقول إنه نفس الآلية بدها امتصاص، امتصاص بدها امتصاص، عمليات امتصاص بالبداية واستقلاب عليها بالكبد لتاخذ المادة الدوائية اللي موجودة بالحبة شكلها الفعال على الأنسجة الهدفية بالجسم. الأنسجة الهدفية اللي هي بنعرفها إنه المبيضين والرحم والكبد، طبعا انه بنعرف كمان انه هرمون الاستروجين له كثير علاقه بماده الكولاجين الموجوده بالبشره، ففي كثير ناس بيسموه هرمون الجمال، ويعني بنسمع كثير قصص. هلا في شيء مترابط بيناتهم، في نقاء بالبشره. تماما تماما، بتلاقيه اوقات كامده بتعطي هيك نضاره للبشره، هي بنشوفها كثير. هلا بنشوف شغله ثانيه وهي احد المخاوف اللي بيطرحوها علينا، انه دكتور انا بخاف اخذ حب مانع طلع لي شعر وطلع لي حب اكني حب هون او بالزنار الكتفي. بنقول لهم انه فقط يكفي تبديل الصنف الحب المانع اللي عم تاخذيه لصنف ثاني او دواء ثاني يلي بتكون فيه نفس المركبات، تمام، ولكن بمقادير اقل، من إلا أنه تختفي هاي الأعراض المزعجة. السبب سيدتي أنه هون عنا نحن هرمون بروجستيرون أنه قد يعطي تأثير بنقول له أندروجينيك، أندروجينيك يعني تأثير شوي مذكر، يلي منهم الشعرانية والأكنية، بس نغير المادة الدوائية شوي لعيار أقل بتلاقي اختفت هاي القصة. نعم.
دكتور طم كمان خلينا نحكي عن تأثير الدواء على بعض الأمراض الشائعة مثل الأمراض القلبية، داء السكري، الأوعية، ضغط الدم، في تأثيرات سلبية بالنسبة لها؟ سؤال كتير 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 مهم، لأنه كتير منسأل عنه، بمعنى حتى في مخاوف تمنعهم ياخذوا دواء هرموني من هي الناحية ذكرتها حضرتك. هلأ الحقيقة الأبحاث ما أثبتت أبدا أنه نحن في عنا تأثير على آلية التخثر بالجسم، بمعنى تعمل إصابات خثرية بالأطراف أو بالشريان العيني أو أنه تعمل ارتفاع بالضغط الشرياني، إلا ببعض الحالات النادرة. بعض الحالات النادرة يلي بيكون السبب هو ملحب، هو السبب أنه في خلل بالآلية الخثرية عند صاحبة العلاقة، لأنه نحن بنعرف شلال التخثر حتى نوصل لخثرة دموية هو شلال طويل عريض، بمعنى كذا عامل موجودين، فهدول العوامل قد يكون في خلل بأحد العوامل الفرعية يلي نحن ما منستقصيها بالعادة لأي مريضة فايتة على العيادة، إلا إذا هي كانت عم تشتكي والله عم تبقع كتير رجليها، بتنزف، بتعمل أسنانها ما بيوقف نزفها، بلا بلا بلا، هي أصلا تأخذ استشارة أمراض دموية. أما من ناحية أنه هي تسبب إصابات خثرية وعائية أو شيء، لا أبدا لا يوجد أي دراسة. هل أنه تؤدي لارتفاع الضغط الشرياني؟ ببعض الحالات، ببعض الحالات النادرة كمان منلاقي أنه ارتفع عندهم ضغط الشرياني، هم منوقف الحب، لأنه هن جسمهم مؤهب بالأساس رح يصير عنده المريضة ارتفاع ضغط شرياني. أما من ناحية استقلاب السكريات أنه تؤدي لداء سكري لاحقا، على الإطلاق هي مقولة خاطئة تماما. بس إمتى بتخاف منا البنت أو شيء بتقلك أنه دكتور أنه عمل لي سمنة، انه السمنه رح تعمل لي السكري. هلا هني هيك يفترض اذا بدهم يفكروا انه هل اذا زاد وزني كيلين ثلاثه في حال انه هذا الدواء الحب المانع ادى لزياده الوزن عندها، هل انه هذا زياده الوزن هيك لازم يكون طريق التفكير تؤدي للاصابه بالسكري؟ الا لا، لانه انت اعتبري حالك ما عم تاخذي حب مانع واكلتي هالشهرين ثلاثه شوي زياده، زاد وزنك كيلين ثلاثه، معناته ما رح يصير عندك سكري بسبب زياده وزنك. ما عم اقول انه يزيد وزنه طبعا يعني اوكي، فاما هو ما له علاقه على الاطلاق بهيك قصص. بالعكس انا برايي يكونوا مطمئنين للي ما عنده شوي هالمشاكل اللي ذكرناها شوي او بعض الاعراض الجانبيه اللي ممكن تمرق معنا هلا. نعم. نعم دكتور، خلينا نوضح بعض النقاط وهي علاجات مانع الحمل. نعم. كثير من الاطباء بيلجأ لعلاج مانع الحمل للسيده اللي عندها ليف، كثير من الأطباء بيلجأ وهو يمكن علاج صحيح، ولكن خلينا كمان نتطرق عليه. نعم. ضمن تفسيراتنا للكياس اللي على المبيض، أي شيء بجسم المرأة عم يكون علاجه هو مانع الحمل، ولكن في هون يعني في إيه ولا لا أنه ليف بيتعالج بمانع لا. الحمل؟ لا أبدا، الليف ما له علاج، بمعنى أنه نعالجه ونخلص منه لا، بس قد نلجأ لبعض العلاجات ومنها مثل ما ذكرتي سيدتي حب المانع يلي هو للسيطرة قدر الإمكان أو محاولة السيطرة قدر الإمكان على الأعراض يلي ناتجة عن الورم الليفي. أما مو هي العلاج الليف يلي بصير عندها نزف تمشيح كل تقريبا كل فترة الشهر، يلي بصير عندها أوقات بينزل عندها خثرات كتلية كبيرة بتنزل منها، هي بتقول أنه نقول نحن نعطي احتمالية أنه نقدر نسيطر على الأعراض ولو بشكل جزئي. أوكي. أما لعلاج الورم الليفي no way. الورم الليفي ما له أي علاج على الإطلاق، هو نهائية. فقط عمل جراحي وقت اللزوم. وقت اللزوم. أما طبعا. في أورام ليفية صغيرة لا، ما بخليها، بس بخلي العين عليها. نعم. فقط مراقبة. فبذلك من هي الناحية. من الناحية الثانية مثلا علاج الأكياس ذكرتيها حضرتك، وهي نقطة جدا هامة، في أبحاث بتقول إنه هي ما بتفيد، البيلز حبوب منع الحمل بتقول إنه ما بتفيد، ولكن أنا برأيي الشخصي إنه نحن لما بنعطيها بهالمقادير يلي مثل ما قلنا مقادير مدروسة بدقة شديدة كتير عبر عشرات السنين، إنه نحن الغرض نقلد الأيام الدورة الشهرية من حيث التوازن الهرموني فيها. بمعنى إنه بلكي إذا رجعنا التوازن الهرموني، تمام، رجعنا التوازن الهرموني إنه يصير مثل أيام الدورة الشهرية، بلكي هالكيسة يلي هي غالبا بتكون غالبية الكيسات مثل ما بنحكي معنا وياكم هي تعبير عن سوء وظيفة بعمل المبيض، بلكي انه رجعت وظيفه المبيض طبيعيه وبالتالي بتتراجع الكيسه. اما في ابحاث بتقول هي ما بتفيد. بتتراجع ولا بتدوب؟
هي المقصود من التراجع يعني انه يقدر يمتص المبيض شوي بشوي. تمام. غير هيك لا ما في. دكتور يعني بنعرف هاي الادويه بتوزع مجانا بالدول الغربيه وحتى كانت بفتره معينه بسوريا. نعم. خلينا نحكي عن استخداماتها، اي سيده فيها تروح على الصيدليه تجيبها ولا لا لازم يكون في فحوصات معينه ودكتوره يوصف لها اياها؟ تماما لا، لازم يشوفها طبيبه، لانه هلا ممكن يمرق معنا اذا كان في وقت انه شو الحالات اللي ما بنعطي فيها حب مانع، ممنوع نعطي فيها حب سريعة مانع. معلش. اوكي، هلا مثلا اذا وحده عندها سرطان الثدي لا يمكن نعطيها حب مانع، عندها سرطان بطانه رحم لا يمكن نعطيها حب مانع، عندها التهاب وريد خثري برجله سابق سواء معزول ولا حملي، يعني معزول ما له علاقه بالحمل اصلي، ولا صار عندها حملي بسبب الحمل، وهذا غالبا بنشوفه بفترات اشهر الحمل الاخيره او مقبل الولاده، بس في بعض حالات نادره قليله كثير لحسن الحظ بيبدا من اول فترات الحمل، مثل هيك حالات نحن ممنوع نعطي فيها حب المانع. هلا اذا بدي ارجع لسؤالك سيدتي، عفوا، انه ليش نحن بنضل في عنا جانب شوي منخاف منه بالخطوره بحب المانع؟ هلا لانه كلمه دواء هرموني، تمام، الناس بيقول لك ما بدي العب بهرمونات، نحن بنقول لهم ما عم نلعب بهرموناتكم، نحن عم نعطيكم اياها لاسباب مختلفه، سواء كانت مثل ما قلتي بالمراكز الصحيه بتاخذوها وهيك، ولكن برجع بقول تحت اشراف طبيب، بمعنى من اهم الامور انه نشوف وظائف الكبد، نطلب فحص دم نشوف وظائف الكبد، نشوف طيب في استطباب له ولا اللبس بس، لانه بنشوفها مثلا فتره الصيف، هيك نحن عم نحكي بشكل علمي كثير واضح، بنشوفها فتره الصيف انه كثير بنات بيجونا انه دكتور بدنا ناخذ حب مانع لانه يؤدي لزياده احتقان بالثدي مشان الميو بالمسبح انه بتطلع منظرها جميل اكثر. اوكي، من الا يعني اذا هيك طلبك فليكن، اما بس ما بصير تاخذه منها لحالها، وخاصه باكد على موضوع الشغلات اللي قلناها اذا في اصابات خسريه او شيء، او اذا في عنا نقطه هامه كثير هون، خلل بوظائف الكبد. نعم. نعم. دكتور باقي معنا اقل من دقيقه، ولكن بس خلينا نفسر مانع الحمل هو نفسه المنظم؟ اها، هون اختلفت التسميه. هلا هون اذا بدي استعمله انا نفس الحب. نعم. اذا الحب المانع فيني استخدمه كمنظم دوره، وحده دورتها مخربطه، وحده عم تجيها عسره طمس شديده، الام شديده، وحده عم يجيها نزف طمسي غزير كثير، ايه ممكن استخدم حب المانع، وهون طبعا مو بغرض المنع، بغرض تنظيم الدورة الشهرية تبعها. ولكن المنظم هو نفس تركيبة المانع؟ لا، في منظمات تانية ما لها نفس تركيبة المانع. أوكي. بس عم بحكي إذا حب المانع استعملناه كمنظم تقريبا هي الاستطبابات تبعيته. هلأ في نقطة كتير بيخافوا منها، ما بعرف إذا معنا وقت شيء مصدية. ثواني. نقطة كتير بيخافوا منها مشان موضوع أنه دكتور أنا إذا أخذتها هلأ بس أتجوز بصير عندي عقم. لك يا عيني، من قلهم خلينا نحكيها بكل وضوح، لك يعني البنات بأوروبا وبأمريكا كلهم بياخذوا عايشين على البيلز على حبوب مانع، لانه كلهم بيكون عندهم علاقات بالهاي سكول بالكوليج تبعيتهم وهيك، بس كلهم بعدين بيحبلوا، واللي كانت انقرضت اوروبا وامريكا. تمام. فاذا من ناحيه موضوع العقم انسوا هذا الموضوع، والدليل حكيناه باول حلقه، يلي بتنسى حبه او تستفرغ حبه ممكن تلقط حمل وتكمل بقيه الحبات وبغذي الحمل، فلذلك ينسوا هي الفكره. تمام. يعني اليوم موضوعنا كثير مهم، وضحنا كثير نقاط للمشاهدين. دكتور اكرم الاحمر نحن كثير بدنا نتشكرك، شكرا دائما للمعلومات اللي بتعطينا اياها القيمه. اهلا وسهلا، ميرسي لك، نهارك حلو. شكرا كثير لك دكتور. يا هلا. اما هلا ليا خلينا ننتقل لغرفه الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات على الساحه المحليه العربيه والعالميه مع بشرى. يسعد صباحك. صباح الخير نرمين وليا، مشاهدينا، موجز لاهم الانباء بعد الفاصل. السلام عليكم. نقلت ميليشيا قسد الانفصالية عشرات الأطفال من مدينة الطبقة غرب الرقة إلى معسكر تدريب تابع لها في مدينة منبج بريف حلب الشرقي. وذكرت مصادر محلية بالرقة أن الميليشيا المرتبطة بالاحتلال الأمريكي قامت بتجميع 45 طفلا تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما في معسكر جزيرة عايد في الطبقة، ثم نقلتهم باتجاه معسكر السد في مدينة منبج شرق حلب تمهيدا لزجهم في صفوفها.
أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت احتجاجا على إقامة بؤر استيطانية، ما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بحالة اختناق. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن المناقشات التي جمعت روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا في برلين سعيا لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية لم تفضي إلى أي نتيجة. وأشار بيسكوف إلى عدم قدرة الدبلوماسيين على قراءة نصوص اتفاقات مينسك بالطريقة نفسها، مشددا على أن الجانب الأوكراني يفعل كل ما في وسعه لعدم الوفاء بالتزاماته المحددة في هذه الاتفاقات. رأى السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف في تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حول غزو الروسي لأوكرانيا رغبة أمريكية بزيادة حدة الحملة الدعائية ضد موسكو. ونقلت مصادر إعلامية عن أنتونوف قوله: لا نرى في مثل هذه التصريحات ورغبة الإدارة في رفع درجة الحملة الدعائية ضد بلادنا وخلق انطباع لدى الجمهور المتابع بأن الاعتداء سيتم لا محالة. وانتقد أنتونوف مزاعم المسؤولين الغربيين بأن روسيا قد تهاجم الدولة المجاورة أثناء أو بعد الألعاب الأولمبية. ختام الموجز، عودة إلى استوديو صباح نغير ونرمين وليا. شكرا لك بشرى، واكيد مكفايين بباقي فقرات صباحنا غير، ووصلنا لمساحه خاصه بالتعلم ليا، وبدنا نخص بهي المساحه عالم الطفوله يلي رح نتناول اليوم موضوع عن صعوبات التعلم الرياضيه وكيفيه تجاوزها باستخدام الوسائل يلي فينا نحن نصنعها بالمنزل بالتعاون مع اطفالنا. رح نحكي اكثر عن جميع الاساليب والطرق يلي فينا نستفيد منها مع ريما جحجح اخصائيه تربويه. صباح الخير ريما. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك ريما، واهلا وسهلا فيك. شكرا. بالحلقات السابقه تناولنا كثير موضوع صعوبات التعلم، ولكن اليوم نحن عم نخصص صعوبات التعلم الرياضيه. خلينا نعرف المشاهدين شو هي صعوبات التعلم. صعوبات التعلم هي اضطراب بعمليه التعلم عند الطفل، ونحن حكينا اكيد مواضيع سابقه كثير عنا، لكن هالمره حبينا انه نحكي عن موضوع العمليات الرياضيه لانه كثير عم يعانوا موسم مدارس طبعا، خاصة بالمدارس عم بيعانوا من مشكلات كثير كبيرة بالتعلم الرياضي. الحساب، صعوبة الحساب أو الديسكالوكيا نحن المتعرف عليه الاسم العلمي، هي خلل بالتعلم الرياضي الحسابي، انه الطفل كيف بده يتعلم الارقام، كيف بده يتعلم المدلولات، كيف بده يتعلم الرقم ومدلوله، الاشكال الهندسيه، الاحاد، العشرات، حتى الارقام اللي بيصير خربطه كثير بين رقم 2 او 6 او التالي او السابق، هي المشكلات اللي بتعاني منها كثير الامهات. فهون نحن بدنا نعطي طريقه للام لحتى تعلم الطفل كيف طريقة تعلم الحساب، وبنفس الوقت نحن كيف نكتشف هذا الموضوع بالمدرسة. نعم، قبل ما نروح إلى الطرق الصحيحة وكيف فينا نحن نصنع أدوات فينا نعلم فيها أطفالنا، خلينا نحكي ونتطرق لموضوع كثير مهم بالبداية، أنه مو دائما صعوبات التعلم هي سلوك، ممكن يكون شيء مرضي، ممكن يكون في مشكلة بالسمع، بالنطق، بالرؤية. فاليوم نحن كأخصائيين لما الأم بتلجأ لعنا، قديش مهم أنه نحن ناخذ هذا الطفل عند الطبيب، نشيك على دماغه، نشيك على السمع، النظر، تمام، النطق، وبعدين نلجأ ونسميه صعوبة التعلم. تمام ليا، بكثير مواضيع سابقة حكينا عن موضوع دراسة الحالة، وأكيد بذهنكم هذا الموضوع. ما بصير أنا كأخصائي فورا أقول أنه هذا عنده مشكلة صعوبة التعلم، خطأ. الام حتى نحن اجتنا حالات كثير بالنسبه، حكينا مواضيع التوحد، اول ما بيشوفوا في شيء بفورا بتقول لك الام معه توحد، نحن لا،
هذا خطأ. صعوبة التعلم لازم يكون في موضوع اسمه دراسة حالة، ما نعمل نشرة عن الطفل لنشوف شو المشاكل، ممكن حالة نفسية، ممكن عم يتمارس عليه التنمر بالمدرسة، ممكن هذا الطفل ما عم توصله المعلومة بشكل صحيح مثل ما قلتي حضرتك ليا، مشكلة بالعيون، مشكلة بالسمع، ممكن المقعد، مشكلة طفل أطول من طفل ما بيخليه يتعلم. فهي المواضيع كلها بدنا نتداركها، لازم يكون في تواصل بين الأم وبين المدرسة، بين الأم وبين المرشد النفسي الموجود بالمدرسة وبين الأخصائي اللي أنا لجأت له قبل ما أدخل بمتاهة صعوبة التعلم أو أدخل بمشاكل وأنا شو بدي أشتغل أو أني أتنبأ لحالي. الطبيب ممكن يعطينا درجة بنظرة العيون، ممكن يركب لنا نظارة، ممكن يوصف لنا قطرة، ممكن حساسية العيون بتخليك ما تشوفي اللوح مغباش، حتى السمع ممكن عندنا بدرجات أكياس المي اللي عم نعاني منها هلا بسبب القريب الموجود بطريقه مو طبيعيه حتى نحن عم بين الاطفال، اول ما بتجيني الام بقول رجاء لعند طبيب اذن انف حنجره فورا، شوفينا في كياس مي عند الاذن، هي الكياس ما بتخلي الطفل انه يسمع بشكل صحيح. فهي المواضيع ممكن تقول لك ابني بيقرب بشكل دائم، طالما قلتي هي الجمله فورا بنلجأ للطبيب، نحن ما بنصير نحط اي برنامج لمعالجه الطفل قبل ما نعمل دراسه طبيه لها. من نعمل الدراسه الطبيه ونشوف شو المشاكل ومنعالجها وبعدين نلجا للاضطرابات السلوكيه للعلاج، بنحلل بنشوف شو المشاكل اللي عم نتواجه مع الطفل. بما عملنا الدراسه الطبيه ولقينا طفل عنده صعوبات تعلم رياضيه، خلينا نحكي عن الاساليب اللي ممكن الام او المعلمه تتبعها لتجاوز هاي المشكله. اهم شيء نحن يكون في تواصل بين الام وبين المعلم، لما بصير تواصل بين الام وبين المعلم بيكون نحن قطعنا نص الشوط. فلما بنروح لعند المعلم ممكن يبعث لنا رؤوس اقلام انه هذا الطفل ما عم يتجاوب معنا، علاماته المتدنيه، طبعا بدنا نربط بين موضوع ممكن تقولي لي انت انه طيب هو بالحساب علاماته متدنيه لكن ببقيه المواد علاماته منيحه، اذا نحن عندنا مشكله اكتشفنا وين المشكله الموجوده عندنا بالحساب. ممكن تجينا ام تقولي صعوبات التعلم تتضمن كل المرحلة الأكاديمية، يعني بيكون تضمن أنه الحسابي والقراءة والكتابي والتعبير الكتابي، نحن بنقول لا، صعوبات التعلم ممكن تكون بجزء أو بعدة أجزاء، فهذا جزء هو متمثل بالعملية الحسابية، عرفنا المشكلة، وين المشكلة عند الطفل؟ ما عم بيعرف يميز الأرقام، ما عم بيعرف الرقم ومدلولاته، ما يعني ممكن بس أنه يشوف رقم، لأفترض رقم واحد يعرف أنه هذا واحد، بس لما نحط قدامه الخرزة ما يعرف أنه هذا واحد. الرقم السابق مثلا ممكن احنا نقول شو بعد شو اللي ما قبل مثلا الخمسة، الطفل ممكن نحط الرقم قدامه لكن يا هل ترى ممكن يعطينا مكوناتها؟ هي كمان مشكله عند الاطفال كثير بيعانوا فيها. انا عم بحكي دائما على الاطفال الاقل عمرا لانه نحن عندنا الشريحه العمريه طبعا، يعني من عمر اربعه، من عمر اربع سنوات لعمر ست سنوات، من عمر الست سنوات لل 15 لتسع سنوات، وبعدين عندنا من التسعه لل 15 سنه. هون بيكون كل حدا عنده كل فئه عمريه بهذا المسافه هي بيكون عندهم مشكله بشيء معين. نحن بنحكي من الاربعه لست سنوات عندهم مشكله بمعرفه الرقم ومكوناته. الخربطه بين او عكس الاثنين والسته هي كمان عندنا مشكله فيها بشكل دائم. فهون احنا كيف بدنا نبسط الموضوع ونعلم الطفل بشكل صحيح وما الام تتوتر او يصير عندها موضوع انه هذا انه انا ابني ما رح يعرف يحسب، ما رح يعرف يجمع، واحد زائد واحد ما رح يعرف شو هو الجواب. نحن نتبع الاساليب التعليميه، التعلم عن طريق اللعب. نعم. خلينا نشوف سوا. هلا انا هون جايبه وسيله رح تكون شامله لكل شيء. أوكي. ممكن تتواجد معنا بالبيت. تفضلي. تمام. هلا نحن عم نحكي موضوع الاحاد. شو بدك تقولي؟ بدك تقولي الجدول ولا لا؟ لا هي عندنا موضوع الاحاد والعشرات والمئات والالوف لحتى نحن نحكي من الفئه العمريه من اربع سنوات ممكن نستفيد منها الابتدائي. تفضل للناس. تمام. طيب بهذا الوقت انا بس دائما بدي يعني عندنا استفسار دائما انه ليش بالانجليزي دائما الارقام بتنحفظ وبالعربي الارقام ما بتنحفظ؟ لانه نحن باللغه الانجليزيه بالاعمار الصغيره نتعلم عن طريق الغناء. هي خلينا نشرح. هي وسيله مشغوله بالروضه عنا. أوكي. شغل يدي عن طريق اللباد ومستخدمين فيها الايفا، وكثير شغله بسيطه بنقدر نعملها من الكرتون، وبنقدر نكتب الرموز كمان بالكرتون. احاد، عشرات، مئات، الوف.
هي الوسيله بتقدر تساعدنا من عمر 4 سنوات لعمر ما فوق 9 سنوات 10 سنوات ضل مرافقين. طب هي انا كيف بستخدمها؟ هلا هي ممكن احنا دائما ليا حكينا انه بده يكون عندنا اطار وعندنا مكان محدد لنا لما نحن بنحطها. طبعا هذا موضوع نحن مشان نبعد الاطفال عن الفوضى. تماما نحن الخرز تمام. هلا انا بهي الوسيله استخدمت الخرز. هلا هي الوسيله بالمونتسوري اسمها البنك. طبعا كل مدربات مونتسوري هلا او الروضات هلا هيك ما حيبينوري مع تمام ممكن نعكسها لا ما ببين احمل لك اياها يا عيني عليك. طيب هي الاحاد اللي بتضمن انه الخرزات مثل معنا بواحد 2 3 4 فهون الطفل أوكي. بيقدر يميز تمام لما حطينا هيك الخرزه ما بعرف اذا هيك واضح الموضوع زيحة هيك ولا هيك عمار زيحة هيك ولا هيك عشان تبين ايه يمكن اذا حميتها اوكي اوكي تمام تمام اوكي. هلا هون عندنا الاحاد رح نحط الخرزه وحده تماما هون بتمثل معنى الاحاد فهذا دائما بيكون محطوط بهون هذا العمود أوكي. تمام بيكون معنا ارقام هون الطفل مثلا نفترض هون معنا رقم 7 نعتبر انه هو الاحاد اوكي فانا حاطلب من الطفل انه يعطينا 7 خرزات فهون تمثلنا تماما هيك اذا واضح هون تمثلنا 7 خرزات حطينا رقم 7 والطفل هون بده يعد لنا 7 خرزات لحتى يحطها فهون ربطنا الرقم شكل الرقم تمام بمكوناته بمدلوله جينا على العشرات. هلا هي الوسيله جدا سهله عند الام اي موضوع خرز اي موضوع اي لعبه موجوده بالبيت نقدر ناخذ قطعه واحده. هلا هون بتمثل معنا موضوع العشرات كمان هذا الموضوع سهل انه يتصنع جدا بالبيت. نحن عملنا مثل فينا نعتبر انه سلك وفوتنا فيه 10 خرزات ليتمثل موضوع العشرات عند الطفل تمام فهون بنعدهم 1 2 3 4 لحتى يوصل 10 ممكن نحط وحده ممكن نحط 2 يصير معنا 20 تمام هي 20 وهون الطفل حطينا بطاقه ال 20 معه اوكي يعني هو عم يطابق البطاقات مع الخرزات يعني شيء مدلول موجود مدلول العدد فهون الطفل تيسر. طبعا عندنا بطاقات كثير نحن بنقدر نحطها انا ما بعرف كيف بدي هيك حسب المستوى التعليمي للطفل بدنا نوصل له حسب ما نحن موصلين معه فنحن هيك مثلا لاحظي ليا نحن 137 هلا نحن في البطاقات في شيء منه بالعربي ومنه بالانجلش تمام نحن مشان السرعه. طبعا موضوع عملنا المئات تمام هي 10 عشرات فنحن صارت معنا 100 لنتفضل 200 نحط 2 فوق بعض فهون الطفل اللي معودنا عليها من البدايه. طبعا هي الوسيله بدها وقت كثير طويل لحتى نشتغل فيها ونعرضها وانا عم بعرضها بشكل سريع وهذا مكعب الالف فهون وصلنا الطفل مفهوم الالوف وبنحط مثلا 2000 بنحط مكعبين 3 بنحط 3 مكعبات ممكن هون تقلي الام طيب انا كيف بدي اعمل خرزات او سلك نحن جبنا شغل الروضه مكعب طبعا مشكوره المس اللي اشتغلتنا اياهم الله يعطيها العافيه من الايفا واللباد عملت مكعب وطبعا بثقابه الورق دوائر دوائر هو متعب جدا يعني انه طريقه عملها بس شيء ممتع انك تساويه وشيء سهل من البيت. نرجع بنذكر باي عمر نحن فينا نبلش هلا حقيقه هي من عمر 4 سنوات بنبلش معها طبعا من عمر 3 سنوات بنبلش بالاقل بالاحاد تمام بس نحن من عمر 4 سنوات لحتى لعمر 9 سنوات نستخدم هذه الوسيله تمام هي عندنا المئات وكمان العشرات بنقدر نعملها بخطوط وحده بس طيب. هي الوسيله بتساعد الطفل انه يتعلم طبعا عندنا وسائل كثير وعديده جدا لكن انا حبيت اني سلط الضوء على هي الوسيله لانها شامله لكل الوسائل اللي ممكن نحكيها او نعرضها بالنسبه لتعلم العدد المفرد او الاحاد او الاحاد او العشرات هون بتسالك ريما عم تسكري عن او عم تقولي لنا انه فائده هي الوسيله للتعليم بالفئات المنزليه بالرياضيات ولكن هل بتفيد بالعمليات الحسابيه طبعا يعني بالزائد والناقص طبعا هلا نحن لما نحط معنا نفترض انه حطينا 1 خرزي وحده وحطينا خرزي ثانيه لما نحن بننزلهم اللي يساوي طبعا عندنا مشكله بالمشكله الحساب عند الطفل الاشارات كمان ما طرقنا لها الناقص والزائد واللي يساوي هي الطفل كثير بيخربط فيهم وما بيتذكرهم بعد فتره بينساهم فنحن لحتى نحطهم قدامه بنحط الخرزي 1
ومثلا الخرستين من تحت لما بنضمهم لبعض هي عملنا جمع تمام. فهون بيساعدنا بالجمع وبيساعدنا حتى هي الوسيله بتساعدنا بالضرب بتساعدنا بالقسمه. نعم. لكن مثل ما عم اقول لك طريقه عرضها بدها لحتى الطفل شوي شوي بالتدريج ما اكيد ما بتنعرض بهي السرعه اللي نحن عرضناها. طيب دائما يعني من نحن صغار متعلمين على العد على الأصابع. وخاصه يعني ضمن المذاكرات او الفحوصات بنعد على الاصابع، اكيد ما في خرز بالفحوصات. اليوم كيف فينا نحن كمان نمرق طريقه الاصابع بالعد مع هالطرق كمان؟ هلا نحن الاصابع ما بنقدر نستغني عنهم ابدا، وفي علم حديث جدا موجود يعني بالنسبه للحساب الذهني ولا الازديماس ولا هي المواضيع كلها، حتى في انواع حسابات جديده يعني موجوده. ايام زمان بتذكر على دور بابا كان يعلمنا العد على الاصابع بين كل اصبع مثلا، انه كيف الاحاد وكيف العشرات نعدهم على الاصابع، اكيد هي طريقه قديمه كثير. لكن نحن ما بنقدر نستغني عن موضوع الاصابع، لكن عندنا مشكله هلا انه الطفل لما بيعد، هلا ذكرتي لي حضرتك بدايه هي اثنين وهي اثنين، كيف بدهم يصيروا مع بعض؟ نحن لما بنعلم الطفل الذهن واللمس الاصابع، في شيء بدنا نحطه بذهننا لحتى نشغل نصفي الدماغ مع بعض ويصير تشغيل للدماغ وتشغيل للمخ. دائما هي حركات رياضيه تعليميه للطفل وارتباطها مع اصابع اليد. فهون لما بنعد نحن بنقول اسنان، مو بالضروره نحط الاسنان هون واسنان هون لحتى يعد ويعمل هي الطريقه، اكيد كلنا بنتذكر احنا كنا صغار، لا بنحط شيء بالدماغ بنشغل الدماغ معنا وبنحط شيء على اصابعنا ليرتبط لحتى نشتغل على الموضوع الذاكره، لانه صعوبات التعلم هي مقسومه مثل ما حكينا سابقا لقسمين، شيء قسم اكاديمي وقسم نمائي. النمائي بتكون الانتباه والذاكره والحفظ، والاكاديمي بيكون الرياضيات والقراءه والتعلم بشكل عام. هون نحن ننتبه على موضوع الانتباه الذاكره، نكون اموره تمام، ما في عندنا خلل باي عضو بالدماغ او عندنا مشكله دماغيه، هون بيكون ربط الموضوع صعوبات التعلم النمائي مع صعوبات التعلم الاكاديميه، ما بيكون عندنا خلل لما بنشغل الدماغ. تمام، يعني طرق كثيره ولازم نركز بعمر او نبلش بعمر الثلاث اربع سنوات نعلمهم لاطفالنا، لانه بهالعمر اكيد الشيء اللي رح يلقطوه ما رح يلقطوه بعمر أبداً اكبر. أبداً التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. تمام ريما، كثير بدنا نتشكرك، شكرا كثير لك ونهارك حلو يا رب. يسعد صباحكم، من خلالكم بدي بس هيك صبح على الاستاذ ريم وقلنا لها انه مشتاقين لها كثير وقلنا لها الحمد لله على السلامه. سلامة قلبك، يلا متاخره كثير، يلا سلامتها وناطرينا اكيد. اهلا وسهلا فيك يا ريما. شكرا شكرا كثير لك ريما. اما هلا لا يخلينا ننتقل لمساحه جديده من مساحات صباحنا غير والى الحسكه وقصه ام سومر. هي السيده اللي بتختصر حكايات كثيره من النساء السوريات يلي بلشوا مشروعنا الخاص وعم يشتغلوا باصعب الظروف. التفاصيل مع مراسلنا احمد الحمدوش. وقت اللي المسلحين حرقوا بيتنا وفعلا يعني طلعنا على ولا شيء، أول شغلة فكرت بها أني أشتري السنارة وأشتري الخيط. كثر هن النساء السوريات اللواتي حققن نجاحات في أعمالهن، وخصوصا في سنين الحرب التي فرضت أعباء غير مسبوقة. أم سومر أخذت على عاتقها مسؤوليات متعددة ونجحت في أدائها، في ابتكار أساليب تعيل بيتها وأسرتها وأداء دور فاعل بالمجتمع بعد أن دمر الإرهاب منزلها. يعني بعد ما احنا انحرق بيتنا اتجهنا باتجاه انه احنا بلشنا من الصفر. كانت مساعدة اولادي ودعم جوزي بصراحة يعني اساسية بالحياة، لانه بلشوا انه ما نوقف عند هالنقطة، صار دافع انه كلياتنا كأسرة انه احنا ما لازم نوقف. الحالة المادية كانت تعبانة بسبب انه المسلحين وهجومهم يعني، وانا مجرد موظفة. فصرت اخذ من مثلا هدوم قديمه وارجع اجددها بمعرفتي. صرت الشغلات اللي بالسوق قادره اعرف من ايش معموله واقلدها حتى لو بطريقتي. يعني اقعد انا وبنتي مثلا نخترع شخصيات كرتونيه ونقعد نطبقها، نطبقها على علب الشامبوات، على علب المعطر، على اي شيء نقدر نعمل منه شيء انه يصير مثلا والله خلينا نعمل مقلمه، خلينا نعمل ستاند، خلينا نعمل اي شيء. شوي شوي صارت لها حضور ولها سوق.
يعني مع الأيام ما صفت بس حاجة، صفت إنه صارت مهنة، يعني صرت أشتغل وأبيع وصارت مورد رزق، وأنا بالأساس فنانة تشكيلية، فصرت يعني صارت عيني تعرف الغلط من الصح. حاولت ألجأ مثلا شوي مساعدات إنه منظمات أو منظمات حكومية، لحد الآن ما فتح لي هالمجال بصراحة. يعني أتمنى من كل النساء السوريات إنه ما يوقفون عند حد ولا ييأسون، ولا تقول لي بيتي خرب، ولا تقول لي أنا واحدة من الناس اللي بيتي احترق كامل، وأنا الحمد لله طلعت وما خسرت ولا واحد من ولادي ولا خسرت جوزي، رجعنا من جد وجديد عمرنا وعملنا وتعبنا. ولدى أمي سومر أعمال ملفتة للنظر تواكب فيها متطلبات العصر بما يعكس قدرتها على التميز والتطور، ولا تترك أي فرصة للمشاركة في المعارض بأعمال تميزت بالجودة والإتقان، وتحتاج اليوم مزيدا من الدعم المادي لتوسيع نطاق مشروعها الصغير. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة. ومتابعينا أكيد بصباحنا محطتنا التالية بتحمل روح التحدي والمنافسة ومسابقة تحدي القراءة العالمية بمشاركة 52 دولة، وذلك بهدف التشجيع على القراءة. وللوقوف على تفاصيل المسابقة ومراحلها بصرنا نرحب بالأستاذ علي عباس منسق مسابقة تحدي القراءة في سوريا. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا صباح فيك. صباح الخير علي وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن فكرة هي المسابقة وطبيعة المشاركة والفئات العمرية. طبعا هي المسابقة عم تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن اليوم بالموسم السادس، بعتونا دعوة بالموسم السادس لهي المسابقة لسوريا للمشاركة بهي المسابقة. المسابقة هي بتشمل عدة مراحل فيها جوازات تحدي. الفئات العمرية بتبلش من صف الأول الابتدائي لحتى نوصل للثالث الثانوي. هدول الشباب عم يشاركوا بكل الفئات العمرية بالنسبة للطلاب السوريين. نحن بلشت المسابقة بموسم الأول، واليوم نحن بموسم السادس، يعني صرنا 6 سنوات. بعد 6 سنوات توجه دعوة لسوريا. المشاركين عم يكونوا في عندهم مراحل لازم يتجاوزوها، في مرحلة أولى، مرحلة ثانية، ثالثة، رابعة، هلا بنحكي عنهم ممكن بالتفصيل. ولكن الأهم بهي المسابقة أنه اليوم أنت عم تشارك فيها 52 دولة، عم يشارك فيها بحدود 1 مليون مشارك ليقروا، لنوصل ل 1 مليون مشارك قريانين 50 مليون كتاب. نعم. طيب بالبداية بس خلينا قبل ما نفوت ونتعمق بتفاصيل المسابقة والتحديات، كيف بلشت الفكرة وكيف تم تحضير الشباب لحتى يحضروا يبلشوا يقروا؟ قدي عمرها هي الفكرة؟ طبعا نحن هي الفكرة أو المسابقة هي عم تنظمها الإمارات. أوكي. ولكن كمشاركتنا كسوريا، نحن بدأت المسابقة بشهر 11، جانا كتاب عن طريق الخارجية وتم التنسيق مع المحافظات. نحن طبعا في منسق عام اللي هو أنا على مستوى سوريا، في منسقين بالمحافظات، وكل مدرسة في إلى منسق. تمام. المنسق بالمدارس مهمته أنه يدخل بيانات الطلاب ويدخل الطلاب على الموقع، في موقع للتحدي بيتم من خلاله مشاركة هذول الطلاب. طبعا المشاركة بتكون بجوازات تحدي، يعني عندنا الجواز الأحمر بده يكون ريان 10 كتب، هذول 10 كتب بده يلخصهم ب10 صفحات، كل كتاب بصفحة. بعد ما بيلخص هال10 كتب بيحصل على الجواز الأحمر وبياخذ تأشيرة ليروح على الجواز الأخضر. أوكي. الجواز الأخضر كمان بده يقرأ 10 كتب ويلخصهم ليأخذ تأشيرة على الجواز الأزرق. ومن الجواز الأزرق كمان بينتقل بياخذ تأشيرة على الفضي. نرجع من عيدهم الذهبي اللي قريناهم. بده يقرأ 50 كتاب بيثبتهم وبيلخصهم. طيب إذا لخصهم وقرأ بعد ونسي اللي قرأهم، كيف نحن بنرجع منأكد هاي المعلومة؟ هدول حصيلته، يعني هو حصيلته لازم يكون 50 كتاب. أوكي. ليقدر يفوت على التصفيات. تمام. 50 كتاب هدول اللي قرأهم بكفي للتصفيات. التصفيات في تصفيات على مستوى المدرسة. بعدين على مستوى المنطقة، وبعدين على مستوى القطر. على مستوى القطر بناخد 10 الأوائل، ومن ضمن 10 الأوائل في بطل جمهورية راح يطلع يشارك بالإمارات العربية المتحدة. هذا السؤال كان بسألك، يعني من سوريا حيكون عندنا ممثل بالإمارات شخص واحد؟ إيه، نحن في 10 رح يفوزوا، رح يطلع، رح يكون في شخص بطل جمهورية رح يشارك بدولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا المحكمين بالمرحلة على مستوى القطر هن من خارج سوريا، هن من الإمارات.
يعني على مستوى القطر المرحله النهائيه على مستوى سوريا، المحكمين رح يجوا من الامارات لعنا لهون وهن يحكموا هاي المسابقه. بالمدارس، بالمدارس عم نعتمد على مدرسي اللغه العربيه، لانه بتعرفي القراءه لازم يكون، يعني هي تشجيع على القراءه، تشجيع على اللغه العربيه، فلازم يكون مدرس لغه عربيه. وعلى مستوى المنطقه حطينا قيادات فروع الشبيبه اللي هن منسقين لهي المسابقه، لانه في عندنا تجربه نحن على المستوى الوطني بماراثون القراءه بسنوات سابقه، ففي عندنا المام بهاي الفكره. ولكن الدخل الجديد اليوم بهاي المسابقه هو الجانب التقني، انه في موقع بدك تنزل جوازك على الموقع، بياناتك على الموقع، في داتا، في داتا موجوده هلا بقلكم انا قديش العدد اليوم اللي وصلنا له. هذا اللي بسالك اياه، قبل الشخص، قبل الشخص رح يشارك بالامارات، كم شخص مشارك بالمسابقه؟ نحن طبعا التقديم لسه ما انتهى، يعني مشاركات لسه ما انتهت، هي لنهايه شهر 3. نحن لليوم عندنا 1675 مدرسه مشاركه، عندنا 159,499 مشارك من سوريا اللي ابدوا رغبتهم بالمشاركه. عندنا اللي تدخلوا الكترونيا على الموقع هن 22,435. حلو. اللي انهوا 50 كتاب، يعني لحد الان لانه 50 كتاب هن 2294 برافو طالب. فهذا مؤشر كثير حلو انه اليوم الشباب السوري هن قارئين. انه اليوم انت عم تحكي، يعني انا دائما بقيسها بقول نحن اليوم بعد 11 سنه حرب، اليوم الشباب عم يكون عندنا هذا العدد الكبير من القارئين، هذا العدد الكبير من المشاركين بتحدي قراءه، معناتها اليوم شبابنا بخير بصراحه. صحيح. استاذ علي، شو هي الكتب يلي بيقروها؟ أو شو هن الكتب يلي مفروض يقروها؟ طبعا الكتب هي كتب، الأهم أنه تكون منوعة، يعني ما يكون باتجاه، يعني باتجاه هي كتب محدد. موجودة بسوريا وموجودة موجودة بالإمارات وموجودة موجودة بكل موجودة العالم. أي كتاب يعني ممكن يقراه بيلخصه بعشر أي كتاب هو اختياري، أي كتاب بس ما يكون ضمن المنهاج، يعني ما يكون ضمن المنهاج الدراسي مثلا وحدا يلخص كتاب رياضيات، اكيد لا. بده يكون ممكن كتب، تكون روايه مثلا، ممكن 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 ممكن. طيب كيف هي مسابقه واختياري الكتب؟ خلينا بس هيك هلا التنوع بالكتاب هو رائز كمان، يعني بالمرحله النهائيه لما انا بدي اكون قريان 50 كتاب، كيف بدي اقارن بين واحد قريان 50 كتاب وواحد قريان 50 كتاب؟ طيب انا بدي اعمل مقارنه، هي المقارنه التنوع بتلعب دور، نوعيه الكتب، طريقه يعني القريان هدول الكتب قديش هو مدرك لهدول الكتب، قديش عرفان شو قريان، يعني كلها هي بتشمل روائز لهدول الشباب. علي، حكينا انه كانه مده المسابقه هي طويله شوي، من الشهر ال 11 الطلبات مستمره للشهر الثالث، لايمت مدتها؟ ايمت هلا نحن الشهر الثالث بينتهي طلبات. التقديم، يعني بينتهي قصدي اليوم بدنا نسكر المسابقه، خلاص سكرنا بشهر 3. بعد شهر 3 بقى بنبدا بالتصفيات، في عندنا التصفيه على مستوى المدرسه اللي في لجنه تحكيم على مستوى المدرسه رح تكون، وبعدين على مستوى المحافظه كمان في لجنه تحكيم على مستوى المحافظه هي رح تحكم، بتاهل مجموعه على المستوى القطر او على مستوى سوريا، او التصفيات النهائيه على مستوى الوطن على مستوى سوريا. بيكون في لجنه تحكيم مثل ما حكينا من الامارات، هي رح تيجي تحكم على المستوى الوطني، ورح يطلع منهم 10 اوائل، وفي بطل للجمهوريه اللي هو رح يشارك بدوله الامارات اللي رح تكون بالشهر العاشر ان شاء الله. تماما. يعني ظروف صعبه عم نمرق فيها بالبلد، ان كانت اقتصاديه وان كان وضع معيشي صعب، ولكن ما في مسابقه غير ما عم نكون نحن حاصلين على مراتب اولى ومتقدمه جدا. اليوم مثل هيك مسابقات قديش مهمه لشبابنا، قديش مهمه انه عن جد نرجع نحمل كتاب، نرجع نتثقف، لانه يمكن بالثقافه بنحارب يعني كثير كثير مشاكل بالمجتمع، بنتنور وبالعلم اكيد بنمشي بدرب صحيح، وخاصة بعد هالحرب، كورونا، ظروف معيشية صعبة. خلينا نحكي نقطة أهمية القراءة اليوم، أهمية هاي التحديات. طبعا نحن اليوم مثل ما حكينا بعد سنوات الحرب وال يعني الوضع اللي عم يمر فيه البلد، اليوم شبابنا لما عم نوصل ل 159,000 قارئ لحد هالوقت، واستمعنا شهر ونص من طلابنا وشبابنا اللي بالمدارس، فهذا مؤشر ايجابي للمستقبل.
يعني هدول الشباب هن شباب المستقبل، يعني هن اليوم الطالب السابع ثامن تاسع او بالمرحله الابتدائيه هن شباب المستقبل. يعني اليوم لما عم يكون اريان بهذا الكم، لما يكون عنده هذا الادراك هذا الوعي، فهو عم يخدم حاله وعم يخدم البلد، لانه عم توسع مداركه. يعني ما بيقرا، يعني في مثل عندنا بيقول انه ما بيقرا ما بيقدر يحكي، ما بيقدر يناقش، ما بيقدر يروح. بقى اليوم هدول الشباب لما عم يقروا ويوصلوا لهي المرحله، عم يكون في عندنا خزان من الشباب المثقف، خزان من الشباب الواعي، خزان من الشباب المدرك لمستقبله. وبصراحه انا اللي عم بشوفهم، يعني من خلال لقائي معهم للمشاركين، عندهم حماس انه انا، يعني حتى الانتماء والمواطنه عندهم عاليه. يعني انا اليوم بدي اطلع، انا بدي شارك مشان مثل بلدي، انا اليوم بدي ارفع اسم سوريا. ففي عندهم، يعني اللي تعزز عندنا خلال فتره الحرب هو عامل الانتماء والمواطنه. صحيح. اللي هو عم يكون مرافقنا بكل تفصيل، ان كان صار مثل ما ذكرنا انه صار في ادراك غير بالعلم. تماماً. ما رح نتحسن وما رح يتحسن وضع البلد، ولكن من بعد المسابقه اكيد رح يكون في تصفيات، رح يكون في رابح واحد، الباقيين شو رح يكون مصيرهم؟ وهي رح تكون المسابقه الوحيده ولا لا رح يكون في إلى كمالة؟ رح نركز ونهتم بالأعداد الهائلة من الشباب والصبايا يلي هن فاتوا بهذا التحدي. طبعا هذا السؤال له شقين من الأجوبة. الجواب الأول هو موضوع الجوائز اللي أنا ما حكيت عنه لسه. أوكي. اللي فيه جوائز كتير قيمة عم تكون للفائزين، عم توصل للمدرسة مثلا، المدرسة المتميزة أو المدرسة المتميزة على المستوى التحدي القراءة العربي، في لهم جائزة بقيمة 1,000,000 درهم محددين الإمارة. الفائز الأول له 500,000 درهم وإلى آخره. بالإضافة لأنه اليوم أرسلونا كمان، يعني بعد شيء أسبوع بيوصل شهادات لكل المشاركين. تمام. في عندنا حفل ختامي تكريمي رح يكون لهم على المستوى الوطني، يعني ما في حدا رح يطلع إلا رح يكون في له تكريم. بالإضافة لأنه أنت اليوم عم يعني عم يفيد حاله الشاب لما عم يقرأ. نحن في عنا رح يكون في عنا بالمرحلة الجاية أيضا مثل منتدى بكل محافظة، رح يكونوا فيه هدول الشباب منتسبين لهذا المنتدى، منتدى أو نادي ثقافي اجتماعي نحن متفقين نحن والشباب عليه. هذا النادي الثقافي الاجتماعي عم يكون رح يكونوا فيه هدول الشباب، لحتى فعلا يكون في عندنا خزان نقدر نشتغل عليه للمرحلة القادمة لمستقبل سوريا إن شاء الله. يعني قديش حلوه هي الارقام اللي عم تحكي فيها بالالاف، بيقولوا نحن ام لا تقرا. اليوم نحن عم نضحك هي المقوله، وقديش حلوه اليوم هي المبادرات يلي عم تكون والاقبال يلي عم بيكون عليها. بدنا نشكرك كثير اليوم لوجودك معنا علي عباس، منسق مسابقه تحدي القراءه في سوريا. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه. شكرا كثير لك، واكيد ناطرين النتائج وناطرين حضرتك انت والرابح على هواء الاخباريه السوريه. كل التوفيق، وكل التوفيق للشباب والصبايا يلي عن جد هيك بيردوا الروح بهي الوضع. شكرا كثير، ميرسي لك. اما هلا مشاهدينا فخلينا نروح الى اللاذقيه ورساله الدكتوراه يلي اعدها المقدم الطبيب ايهم محمود النقري، وناقشها في مدرج مشفى تشرين الجامعي. تفاصيل مع زميلنا مازن محمد. بعد الاستماع الى المناقشه العلنيه للرساله بتاريخ 9/2/2022، قررت لجنة الحكم منح شهادة الدكتوراه باختصاص الأمراض الجلدية والأمراض المنقودة بالجنس لطالب الدكتوراه الدكتور أيهم محمود النقري، وذلك بدرجة امتياز وبعلامة قدرها 88.6. تنميط أنواع اللاشمانيا المسؤولة عن الإصابات الجلدية في الساحل السوري عنوان رسالة الدكتوراه التي قدمها المقدم الطبيب أيهم محمود النقري، وذلك في مدرج مشفى تشرين الجامعي بدعوة من كلية الطب البشري وحضور رئاسة قسم الأمراض الجلدية في الجامعة. الانتشار الكبير لإصابات الليشمانيا بالسنوات الأخيرة وبسبب الظروف الحرب التي فرضت على بلدنا الحبيب دفعنا لأن نبحث في هذا البحث أو العنوان للوصول إلى الأنماط التي تنتشر وتسبب الإصابات الجلدية، وخصوصا أنه صار في عنا كثير حالات إصابة وتعددت الأشكال والأنماط،
ونحن بحاجة لتحديد النمط اللي بيوجهنا لأساليب الوقاية والعلاج الصحيح. نحن ندعم هذه البرامج وبشكل خاص برنامج الدكتوراه في كلية الطب. الهدف من هذا الدعم الحصول على كوادر بشهادات عالية بمستوى البي اتش دي لتأمين احتياج سوريا من الكوادر العلمية والتدريسية والطبية والبحثية على مستوى عال. الرسالة حازت على درجة امتياز من لجنة التحكيم باعتبارها أول شهادة دكتوراه في اختصاص الجلدية بجامعة تشرين. شهدنا وقيمنا بلجنة الحكم أطروحة الدكتوراه للمرة الأولى في جامعتنا عن الليشمانية الجلدية اللي هي مرض أصبح وبائي وأصبح مشوه للعدد الكبير من المرضى. هذا المرض بازدياد دائم ويتطلب أبحاث متكررة. هذا البحث يخص طريقة تنميط والتعرف على السلالات المسؤولة بدقة عن هذا المرض. هذه الرسالة اليوم بالفعل قمنا بعمل من الناحية العملية واللي هو عطى الدور الأكبر في هذه رسالة الدكتوراه بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية ومع الأساتذة في هيئة الطاقة الذرية. قدرنا نحدد نوعية كانت غير موجودة في الساحل السوري وهذه النوعية جرى شكوك عليها من الناحية السريرية والنظرية، ولكن القسم العملي وتحديدا هذا الاختبار الجديد اللي هو البي سي آر قدرنا نحدد النوعية بشكل صحيح ودقيق وأعطانا نتائج قيمة. فرحانين كثير أنه حصل على شهادة دكتوراه، وهي أول دكتوراه بتصير باللاذقية وإن شاء الله موفق دائما. إنجاز أكاديمي يثبت من جديد قدرات الطالب السوري للوصول نحو خطوة جديدة في مسيرة العلم والمعرفة. ومحطتنا الأخيرة من صباحنا غير رح نكون فيها بعالم التغذية ونحكي عن المكملات الغذائية، ما لها وما عليها وما إذا في آثار جانبية ممكن تكون وأيمت ممكن نستخدمها. كل هاي التفاصيل أكيد رح نعرفها مع اختصاصية التغذية وردة جبور. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وردة، وأهلا وسهلا فيكي. يعني بالبداية خلينا نحكي شو هي المكملات الغذائية، شو هي يعني شو هي فوائدها، كيف الأجسام تتقبلها وفي أجسام ما بتتقبلها. هلا اول شيء خلينا نبلش احكي انه شو هي اهم المكملات. ثلاث انواع مكملات غذائيه هي اللي فينا نقول اللي اكثر شيوعا وبنفس الوقت هي المسموح فيها انه نحن ناخذها، الباقي ما وجدت دراسات انه هي ذات فائده وبنفس الوقت ما بنسمح فيها. هلا خلينا نبلش باول شيء بالالكارنيتين اللي هو بيجي نوع من انواع الحبوب، هو مشتق من الاحماض الأمينية. هلا هو بيعطي طاقه او هو بيفوت بال يعني بالاي تي بي سايكل او بعمليه يعني الشيء يعني نحن بنفوت بسايكل او ب يعني سلسله لحتى نعطي طاقه. هو بيشتغل ككو انزيم لحتى يعطي طاقه، فهدول الاشخاص بياخذوه لحتى الاشخاص اللي مثلا ما لهم دائما عندهم طاقه ليلعبوا، ما بيلعبوا بكفاءه عاليه او ما بيقدروا يحملوا اوزان عاليه، بياخذوا الالكارنيتين لحتى يزيد كفاءه شغلهم او الجهد الرياضي اللي فيهم يعملوا. بس هو ما فيهم ياخذوا الاشخاص اللي بيعانوا من غده درقيه او قصور بالغده الدرقيه لانه يعني بيزيد اعراض الاشخاص اللي عندهم غده درقيه. بيتاخذ قبل بنص ساعه لربع ساعه من الجهد الرياضي اللي هن بدهم يعملوه. طبعا بياخذوا اغلب الاشخاص اللي هن بدهم يزيدوا كتله عضليه او اللي بيلعبوا مقاومه وكارديو الاثنين. هلا بننتقل للنوع الثاني من المكملات الغذائيه واللي هو بنسميه برانشد شيد امينو اسيد، اللي هو نوع من احماض الامينيه المتفرعه السلسله.
بيضم ثلاث أنواع من الأحماض الأمينية الأساسية اللي هن لوسين وإيزولوسين والفالين. هذا الميزة فيه أنه هو هدول الأنواع الأحماض الأمينية الثلاثة دغري بتروح على العضلة، يعني مو مثل باقي أنواع الأحماض الأمينية اللي بتمر بسلسلة للجهاز الهضمي للكلية، يعني هو سريع الامتصاص. فينا نقول أنه هو دغري هذا الحمض الأميني بناخده، فينا ناخده فورا حتى بعد التمرين أو في أشخاص بياخدوه من ضمن التمرين. هذا الحلو فيه، وكمان هو بيزيد الكتلة العضلية، بينزل الكتلة الشحمية، يعني بيساعد الأشخاص اللي بدهم يزيدوا كتلتهم العضلية. ننتقل للأكثر شيوعا اللي هو مصل اللبن اللي هو بنسميه واي بروتين. هلا هاد نحن اغلب الاشخاص اللي بيكون عندهم مثلا لبن بيشوفوا هيك طبقه مي بتكون موجوده واللي هي وهذا مصل البروتين، واغلبيه العالم هي بتكبه واللي هنا ما بيعرفوا انه هاد نوع من انواع البروتين هو كتير مفيد. طبعا هلا اللبن في نوعين من الاحماض الامينيه، فيه كازيين وفيه مصل الحليب. هلا مصل اللبن سوري، من وقت نحن من نحن بدنا ناخذ مصل اللبن لانه هو يعني كفاءته اعلى من نوع الكازيين، يعني نوع البروتين الثاني. فبضم كمان ثلاث انواع اللي هن كونسنتريد، اللي هو يعني اول ما نفصل مصل اللبن عن يعني الواي بروتين عن اللبن بيطلع الكونسنتريد واي بروتين اللي هو فينا نعتبره حمض اميني اولي، يعني هو ما انه مهضوم مثل انواع البروتينات اللي هلا رح نحكي فيها. النوع الثاني اللي هو هايدرولايز اللي هو بيجي يعني هو مهضوم او مهضوم عن الكونسنتريد، بس هو الحلو فيه انه هو مسحوب فيه منه سكر الحليب. لبعض الاشخاص بيعانوا من حساسيه لسكر الحليب او عندهم يعني بيصير عندهم غازات، بيصير عندهم اسهال، هدول الاشخاص بيقدروا ياخذوا الهايدرولايز اللي هو نوع من انواع يعني نوع من انواع مصل الحليب، بس مهضوم جزئيا نوعا ما وما بيعذب بالهضم، ما بيعزز حتى بامتصاص، يعني لتوصل هذا البروتين ليوصل على العضله ما بيسرع شوي من النوع الثاني. اما النوع الثالث اللي هو اكثر شيوعا بنسميه ايزولايت، اللي هو الحلو فيه انه فيه 90% احماض امينيه، قليل كثير بالسكر وقليل بالدهون مقارنه مع الاحماض الثانيه. هلا اللي لازم نعرفه انه نحن في عندنا فتره ذهبيه بعد الجهد الرياضي، هي الفتره الذهبيه يعني نحن وقت بنلعب رياضه او بنلعب مقاومه خلينا نقول بيصير في عندنا تكسر لجزء من العضلات. فنحن بهي الحاله نحن بس ناخذ نشويات وبروتينات وننام بشكل منيح ونشرب مي ب 3 لـ 4 لتر، بهي الحاله نحن بنقدر نعوض هذا التكسر العضلي وبهي الحاله ممكن نبني عضلات. فنحن فينا ناخذ البروتينات بهي الحاله. طيب خلينا نحكي ورده عن الطريقه الصحيحه بالتناول لهي المكملات. ذكرتي قبل بنص ساعه، كمان بدنا نشوف كثير من الشباب خصوصا بيحبوا يبنوا كثير عضلات وبياخذوا يمكن بكميات شوي كبيره، كل الاشخاص بيقدروا ياخذوا المكملات الغذائيه؟ هلا بس خليني اصحح فكره انه هو بس الالكرنيتين بيقدروا ياخذوه قبل بنص ساعه، بس اللي هو بيعطي طاقه. تمام، اللي هو بيعطي طاقه، بس هو البروتينات الباقيه اللي كنت عم بحكي منها اللي هي البودره او السكوبات بسموا يعني المكملات الغذائيه من البروتينات حسب الهدف منها نحن بناخذها، يعني اذا الهدف مثلا بناء كتله عضليه فغالبا بياخذوها بعد بنص ساعة من الجهد الرياضي أو خلال التمرين أو قبل التمرين، فهذا بيختلف حسب الهدف اللي نحن بدنا نعمله. هلا السؤال الثاني، بس كل الأشخاص بيقدروا ياخذوا مكملات؟ لا طبعا. هلا أنا بشوف إنه يفضل نحن نعتمد على الأكل على إنه نحن نعتمد على المكملات الغذائية. هلا في أشخاص هن ما عندهم وقت أو مثلا ما عندهم وقت يطبخوا أو مثلا ما عم يقدروا ياكلوا البروتينات المطلوبة لأي سبب إن كان، ممكن يستخدموا المكملات الغذائية. بس نحن في كتير شغلات مصادر غذائية موجودة هي بتقدر تعطينا كمية بروتين عالية، يعني مثلا لنفترض نحن نحكي بصدر الدجاج هو بيعطي تقريبا 21 جرام بروتين. هلأ لكل شخص هو لازم ياخذ، كل شخص بالعموم لازم ياخذ بالحالة العادية 0.8 جرام لكل واحد كيلو جرام من وزنه.
فهو بتختلف حسب قديش جهد رياضي اللي عم يعمله، يعني معنا من 0.8 ل 1.5 جرام لكل 1 كيلوغرام من وزنه. بهي الحاله لازم يعرف قديش هو بياخذ بروتين. هلا في كثير عندنا مصادر مثل ما قلت، انه مثلا لنفترض حدا وزنه 60 تمام، بده ياخذ 1 جرام لكل 1 كيلوغرام، يعني بياخذ 60 جرام من البروتين. ففيه يحصلون بهي الحاله من الاكل، لنفترض مثلا صدر الدجاج فيه 21 جرام، 30 جرام من الجبنه فيه 8 جرام من البروتين، حتى النشويات فيها 3 جرام من كل سيرفينج، انا عم بحكي يعني كل حصه، يعني مثلا ربع فلقه رغيف خبز هي فيها 3 جرام من البروتين. فنحن حتى البقول، حتى البيض، حتى الحليب، حتى مثلا الطون، في كثير، حتى في انواع من الخضار فيها بروتين 2 جرام تقريبا. فنحن فينا نحصل البروتين بدون وجود مكملات غذائيه. هلا مين ما بيقدر ياخذها؟ الاشخاص اللي عندهم مثلا الكليتون تعب، عندهم مشاكل فيها، عندهم حصب الكليه، اللي عم يقدروا، اللي هن اصلا الاشخاص اللي مانو شغلته، يعني مثلا الاشخاص اللي عندهم مثلا كوتش للرياضه هو بيشتغل هي الشغله، فهو ممكن بده يزيد كتلته العضليه، بس ما في داعي نحن نجهد كليتنا لهي الدرجه بحال كان الموضوع بس جمالي او شكلي بس. ما في داعي نحن نجهد الكليه. وكمان الاشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط او مشاكل مثلا سكري، هدول لازم طبعا يستشيروا الدكتور قبل ما ياخذوا المكملات الغذائيه. تمام ورده، يعني قبل ما نختم خلينا نحكي عن المكملات الغذائيه يلي الجسم بحاجتها. في كثير فيتامينات نحن بحاجتها، عندنا نقص فيها وما عم نعرف ناخذها من الاكل. بتنصحي انت كاخصائيه تغذيه انه نحن نلجا لهي المكملات، مكملات الفيتامين، لحتى جسمنا عوضها، لحتى ناخذ الجرعات كافيه؟ وقديش من الزمن لازم نريح جسمنا او ناخذ هي الجرعات؟ يعني في عالم خلص قلتي لهم خذوا فيتامين د مثلا عندكم نقص فيه، خذوا هالقد عيار، بياخذوه وبيضلوا كثير وقت، ولكن لا نحن بنعرف انه لازم بعد مده زمنيه تتراجع، هذا الفيتامين لازم يتاخذ مع زبده بالوقوف مع الشمس. في كثير مكملات غذائيه وفيتامينات هي لها خصوصيه وإلى مدة وفترة زمنية محددة، صح؟ صح أكيد. هلا طالما نحن هلا بما أنه نحن يعني صعب صارت التكاليف، فينا نقول التحاليل مكلفة نوعا ما، فنحن بنلجأ بداية للأعراض أو تقديريا، بس بداية نحن بنشوف الأعراض، يعني مثلا تساقط شعر، مثلا الأظافر عم يطلع لها مثلا بقع بيضة، أو عم تاخذ خطوط أفقية أو طولية، يعني بدنا نشوف شو الأعراض اللي عم يعاني من هذا الشخص، وعلى أساسه بنحكم إذا هو بنقول له إنه يحلل. بس إذا هو شخص قادر يحلل التحليلات بشكل دوري طبعا هذا الشيء بيكون أحسن. هلا كمان في فكره انه نحن غالبا الاشخاص بياخذوا مكملات غذائيه فيها كل المصادر، بس هو ما بنعرفه انه هذا الشيء عم ياثر على امتصاص بعض، يعني نحن وقت عم ناخذ مثلا مكمل غذائي فيه حديد وفيه كالسيوم وفيه مثلا عجقه تماما 42 و72 فيتامين بكبسوله واحده، يعني هي عم ياثر على امتصاص بعض، يعني هذا الشيء اللي نحن ما بنعرفه. في مثلا فيتامينات هي ممتصه بالدهون مثل ما قلتي، مثل الفيتامين د او الاي والدي والاي والكي، يعني بنسميه الادك، هن مجموعه من الفيتامينات هي بتمتصوا مع الدهون، فنحن لازم ناخذهم مع وجبه دسمه. في مثلا مثل بما انه مثلا نحن لنفترض اخذنا مثلا كنا اكلين مشتقات البان اجبان واخذنا حبه الحديد، فامتصاصه ما بيكون بكفاءه مثل اذا نحن عم ناخذه مثلا مع وجبه فيها حديد او فيها فيتامين سي لها حتى تزيد امتصاصه. فنحن اول شيء منتابع الاعراض، اذا صار في علامات يعني مثلا ملحوظه عند هذا الشخص وهو اللي لازم يحس. وثاني شيء فينا نحن ناخذ وقائي بس بفتره معينه، بفتره زمنيه معينه مع استشاره الطبيب.
يعني معلومات كثيرة أخذناها منك وردة، بنتمنى لك باقي نهار ظريف وشكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا كثير لك، وأكيد نتمنى الصحة لجميع المشاهدين. شكرا كثير لك وردة جبور أخصائية التغذية، ميرسي لك ونهارك سعيد. أما لهون مشاهدينا بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي، لكل اللي عنده عطلة بدي أتمنى لكم عطلة حلوة، ولكل اللي بيشتغل نهاركم حلو ونهاركم سعيد وأيامكم اللي جاية أحلى وأحلى ونهارك حلو. يعني سلامتك سلامتك. الله يسلمك ليا، ان شاء الله يا رب بقيه هذا اليوم يحملكم كل تفاصيل الخير والسعاده، وان شاء الله السوريين وين ما كانوا يكونوا بالف خير، تبقوا بالف خير. باي 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 باي. جابر المنهل زند المشعل، جابر المنهل زند المشعل، عرب الماضي والمستقبل، عرب الماضي والمستقبل، جابر المنهل زند المشعل، جابر المنهل زند المشعل، والمستقبل عربي الماضي والمستقبل شمسي.